بالزرقة تلقى طيبة وملقة، يا محلى بسمتهم من عيونهم تعرف قلوبهم، الزرقاوية زقورتية ومن عوايدهم الحنية والنشمية. تعتبر الزرقة ثالث أكبر محافظة في المملكة الأردنية الهاشمية، تنسب لنهر الزرقة اللي كان ثالث أكبر نهر ببلاد الشام. والزرقة اليوم واحدة من أكبر المدن الصناعية والتجارية. التجارة كانت هي نابعة، كل التجار الكبار كلهم كانوا بدايتهم بالزرقة. تجار عمان أكتريتهم وأكترية تجار عمان كانت بدايتهم بالزرقاء، لأنه كانت الزرقاء أول إشي ولهلا أجارات ترخيصة، منطقة شعبية، وكان في عندنا المعسكرات ساعدت على أنه تضلها بالزرقاء، يجوا التجار كلهم بالزرقاء. نحكي شوي عن شارع السعادة واللي كالعادة فيه محلات عدة ومتنوعة وكلها روعة. على ما أعتقد سمي بشارع السعادة لأنه كان هناك رجل يبيع ويشتري في الأراضي وكان اسمه سعادة عياش، وفي له بنايتين كانت هناك، فأكثر المواطنين كانوا يقولوا هاي لسعادة عياش، سعادة عياش، وين عند بنايات سعادة عياش؟ شارع سعادة عياش. لا أعتقد أنه هذا المنطلق اللي سموه باسم السعادة. وفي بوسطها روعتها قصر شبيب روماني المنشأ، رغم تقلبات الأيام إلا أنه صامد وثابت ويعتبر من أبرز القصور التاريخية والأثرية. الزرقة بتحاكي العراقة والأناقة، شعبها، تاريخها، وماضيها وحاضرها.